كل الملفات في لبنان موضع خلاف وتنازع، من الموازنة والسلسلة وصولا إلى رئاسة الجمهورية. تزامنا يدلي النائب وليد جملاط بشهادته أمام المحكمة الدولية الاثنين في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وقد امتلأ النهر بجثث خصوم جملاط من أركان النظام السوري. توازيا التوتر والاشتباكات المتقطعة تواصلت في القلمون، في وقت ظهر الرئيس بشار الأسد في دمشق وأقر أمام الناس أن قواته خسرت عددا من الجلسة الشيوعية في الأفق القريب، وذلك لغياب التوافق حولها، ما يهدد بالتالي بتجميد موضوعي الموازنة وسلسلة الرتب. وفي سياق متصل، سعى مجلس الوزراء إلى الحد من أضرار إقفال معابر التصدير البرية إلى الدول العربية وإنقاذ السائقين المتأرجحين بين الموت جوعا والموت إرهابا في ديار العرب، وهذه المخاطر هي نتاج تدخل الحزب في الحرب. سياسيا، بدأ البطريرك الماروني زيارة إلى فرنسا تتوج بلقاء الرئيس الفرنسي، وعلم أن الراعي سيسلم أولاند مذكرة يشكل الملف الرئاسي أبرز بنودها.